افتتح مساء يوم الأحد 19 نوفمبر 2023 بتجزئة العمرة بمدينة برشيد بشارع إبراهيم الروداني طريق السجل المحلي مقهى مارينا آيس ذات المواصفات المميزة وبخدمات متكاملة ترضي كل الفئات العمرية مع ديكور داخلي رائع وشاشات عملاقة من النوع الرفيع بالإضافة إلى خدمات أخرى. مارينا آيس مرحبا بكم في هذا الافتتاح في هذا النشاط التجاري إن شاء الله بحول الله. التواجد ديالنا اليوم كيكون عن طريق المواكبة ديالنا للزبائن ديالنا من ناحية الافتتاح من ناحية كذلك السهر على الظروف ديال الافتتاح. اليوم كيشرفنا أننا نكون واحد نقطة شراكة مع الزبائن ديالنا وهذا نموذج حي اللي كتشوفوه اليوم. كذلك كنبغي نوه وكنبغي نبه على اساس انه القطاع التجاري ديال المجال المقاهي ولا صناعه البن بصفه عامه اصبحت واحد كتشكل واحد السيوله للشباب العاطلين عن العمل وهذا الشيء كيعطي واحد التشجيع وكيعطي واحد الدفعه كبيره كذلك الشباب باش انهم يلقاو يعني مصادر للشغل وكذلك انه يكون الدور لنا كذلك باش اننا نرقيو بهذه المهنه هذه ونرتقيو بها ونشوف واحد النمو اللي هو كبير بالنسبه للقطاع ديال المقاهي والمطاعم ان شاء الله في المستقبل بحول الله. كما كتشوف معايا الان في الخلفيه يعني كاين الافتتاح ديال هذا المقهى القاطن كما سبق وقلت في شارع ابراهيم الروداني. من خلال هذا الافتتاح يعني كيكون ترحيب بالضيوف كيكون ترحيب بالزبناء ديالنا كذلك الاشهار بالمقر التجاري او بالمقهى باش يعرفوا الزبناء ديال المنطقه او الحي بالمكان. وكنتمنوا انه اليوم كنا ضيوف خفاف عليكم وكنتمنى انه يكون الاجواء ديال الافتتاح مرت في واحد الاجواء اللي هي جميله واجواء اللي هي طيبه. وتحيه لجميع القاطنين بهذا الشارع ان شاء الله وسكان مدينه برشيد ومرحبا بكم في اي وقت مرحبا بحولنا ان شاء الله بحول الله. ويقدم المقهى مجموعه من الخدمات المتنوعه ويسهر على تقديم الخدمات داخل المقهى طاقم احترافي لهم من الخبرة ما يكفي لتوفير جميع طلبات وإرضاء جميع الزبناء.